موضوع الثمرات وموضوع السيارات هو موضوع متشعب، وهي مشكلة طبعا في الكويت، يعني مو من الوقت الحالي، من أيضا السنوات اللي طافت، وأيضا أتوقع السنوات القادمة احنا نعاني من المشكلة هذه، مشكلة الوفيات، مشكلة الصدامات، مشكلة الحوادث اللي قاعد تحصل في مجال السرعات العالية ومجال السباقات. تجدون أن الكثير من الناس أو كثير من المسؤولين أو بالتحديد الداخلية تلغي دائما اللوم على الشباب اللي هم في هذا المجال أو في هذا العالم أو عالم السباقات. أنا طبعا نفسي بلشت بهذه الهواية وأنا عمري 18، شريت أول سيارة لي وحاولت أني أنا أزيد من قوة المكينة، فاحتجت إلى مبلغ، فبلشت بمبلغ 2000 دينار. ومشكلة هذه الهواية أنها تحتاج إلى مكان خاص، وهذا المكان الخاص مو موجود عندنا بالكويت مثل ما أنتوا عارفين، فدائما نتجه إلى الأساليب لا قانونية في هذا المجال، وينتج عن هذا كثير من الحوادث، من الإصابات يعني البالغة. وإحنا طبعا بالكويت خصوصا فئة الشباب اللي إحنا قاعد نمارس هذه الهواية، ناشد المسؤولين في وزارة الداخلية أنه توفر لنا مكان خاص أو حلبة نمارس في هذه الهواية بأمان، أمان لي أنا كمتسابق، وأمان أيضا للإنسان المتفرج أو المتجمهر اللي يحب يشوف السباقات. في الكويت عامة مفيش مكان الشباب تمارس فيه هواية السيارة، يعني هواية السيارات السريعة أو مكان يطلع الأغراض اللي هم حطوها على السيارة أو المصاريف اللي طلعت على السيارة. فالكويت ناقصها المكان ده، لأن الشباب بتمارس هوايتها في الشارع، ودي مش حاجة صح. يعني الموضوع ما بيبقاش متنظم، يعني أنت عشان تبقى في سباق لازم يبقى في تنظيم، يبقى في سيارة إسعاف، تبقى في شرطة، يبقى في مطافي، يبقى في كذا حاجة، لأن في الأول وفي الآخر أنت بتسابق في الجو أو بتسابق على الأرض، أنت كده يعني بتعرض نفسك للخطر وبتعرض الآخرين للخطر. شلون أنا أسيطر على ظاهرة الحوادث في عمل مضمار، يعني تحت بند ناس مهتمين في هذا الموضوع، أو هم اللي يقومون في عملية ترتيب هذا الجانب، في نظام، في مسؤولين على هذا الجانب في عمل مضمار. أنا أتصور يوم أنا أسوي مسابقات، أنشطة شبابية، جوائز تشجيعية، مشاركة، حث الناس على المشاركة، وبث روح الرياضة والتنافس الشريف في هذا الجانب، أنا أتصور أنا عالجت كثير من قضايا المرور، خاصة قضايا مرور الحوادث والسرعة والاستهتار والرعونة.